نيوتري جينومكس معناها تأثير النيوترينتس على الجين اكسبريشن، بتدرس ازاي النيوتريشن بتاعتي هتأثر لي على الجين اكسبريشن. لو انا باخد بالانس الدايت بيتكون من فيتامينز ومينرالز والماكرو نيوترينتس اللي عندي، ازاي البالانس الدايت ده هيأثر لي على الجين اكسبريشن، هل هيبقى ليه دور في عملية الجين اكسبريشن والميتابوليك باسوي ولا لا. اللي بيفسر الكلام ده واللي بتشرح تأثير النيوترينتس او النيوتريشن على الجيناتيك او الجين اكسبريشن بنسميها نيوتري جينوميك. النيوتري جينوميكس افضل اكزامبل عليها لو انا عندي بالانس الدايت في فوليك اسيد، فيتامين سي، زنك، سيلينيوم، مجموعة الفيتامينز دي والمينرالز بتأثر لي على حاجة اسمها DNA ميثايليشن، ليها دور في عملية الـ DNA ميثايليشن. يعني أنا لو الأكل بتاعي فيه فوليك أسيد، بعد ما الفوليك أسيد بيدخل الجسم بيبدأ إن هو بيحصل إن هو بيبقى كارير لميثايل أو بيبقى شايل مجموعة ميثايل، بيروح يديها لإيه؟ للـ DNA ويعمل ميثايليشن للـ DNA. يبقى كده ده افضل اكزامبل اللي عندي بيوضح ان انا النيوترينتس اللي عندي او الكومبوننت بتاع الفود عندي بيبدا ان هو ليه تاثير على مباشره على الدي ان اي من خلال الدي ان اي ميثايليشن، يبقى كده هياثر لي على الجين اكسبريشن. طيب هي ايه الدي ان اي ميثايليشن؟ من اسمها دي ان اي ميثايليشن، يبقى هنضيف ميثايل جروب للدي ان اي، بيتم اضافه ميثايل جروب اللي هي سي اتش 3 على الدي ان اي، بتبقى في السيتوزين او الادينين، بس الكومن بتبقى عندي في السيتوزين، بيبقى سيتوزين يضاف له ميثايل جروب ويتحول لميثايل سيتوزين. والعمليه دي دي ان اي ميثايليشن بتوقف عمليه الترانسكريبشن او بتخلي الترانسكريبشن ان اكتيف. طبعا ده ليه دور مهم في عملية النورمال ديفلوبمنت، ليه دور ممكن عملية الميثايليشن او دي ميثايليشن دي لو مش ما اتعملتش بطريقة صحيحة ممكن تسبب لي ظهور كتير من الامراض زي الكانسر. مثلا عندي في الكانسر عندي نوع من البروتينز اسمها تيومر سابريسور جين، اسمها سابريسور، يبقى بتقلل لي التيومرز او بتقلل لي انقسام الخلايا. الخلايا دي لو حصل لها انواع البروتينز دي لو حصل لها ميثايليشن ضاف لها ميثايل جروب هتبقى ان اكتيف ومش هتقوم بوظيفتها والخلايا تفضل باستمرار ان هي تنقسم. يبقى عمليه الدي ان اي ميثايليشن دي تم بطريقة لازم يتحافظ عليها. لو الدايت بتاعي ناقص فيه عناصر كتير زي الفوليك أسود وزي النياسين وزي الزنك والسيلينيوم بتبدأ عملية الدي ان اي ميثايليشن ما بتتمش بالشكل الصح، سواء بقى هايبو ميثايليشن او هايبر ميثايليشن مش هتبقى مظبوطة، وده بيأثر عندي ظهور كتير من الأمراض. يبقى دي النيوتري جينوميكس اللي هي تأثير النيوترينتس عندي على الدي ان اي وعلى الجين اكسبريشن.